تم الآن الاجتماع لمجلس الشورى في قلعة المضيق عند أبناء السادة النعيم حتى يشكلوا مجلس شورى يضم جميع أفخاذ النعيم الذين هم جالسون في قلعة المضيق من أجل توحيد كلمة الصف ومن أجل تقوية صلة الرحم، لأنهم يريدون أن يسيروا على نهج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونشكر أبناء عمومتنا في قلعة المضيق على هذا الجمع المبارك والذي قد ألموا بجميع هذه الوجوه الطيبة، فبارك الله بهم وجزاهم الله كل خير. إلى الله تعالى بقلب صافي أن يوحد شمل القبيلة إلى ما يحبه ويرضاه. باسم يوسف جميع أهل القرية من قرية عابدين عشيرة العواد من عشيرة نعيم، نحن نرحب بهذا الاجتماع وندعم هذا الاجتماع بجميع قراراته المتخذة من قبل العشائر، ونحن إن شاء الله نكون يد واحدة من قبل عشيرة نعيم داعمين الثورة السورية بكل معطياتها، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو على مستوى القرى. ونشكر كل من قام بهذا الحفل والاجتماع حتى نكون يد بيد بإذن الله لنحقق النصر القادم وهو إسقاط النظام وتحقيق الحرية والكرامة. اعذروني عدم الغباء، نخاف ننسى قبيلة، كلياتكم أهلنا وكليات أخوتنا، حياكم الله ويا مرحبا بكم ويا ميت أهلا وسهلا بجميع من شرف إلى أبناء عمنا النعيم في قلعة المضيق.